الحديث وايض، حديث وسين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. قال أقول نفذو يثمثن أنفذو ذي الوقت لا فيولونس، أنفذو ذي الوقت التواغيث يقدروني في المرث النخ تواغيث يقدرون. وثي رمضان، في رمضان شهر الرحمة والبركة، العنف في كل مكان، لا فيولونس استخدم قيغيل للأسف، يغلق المنسي ضارا. لو كان ندفع كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنك الشديد أنويذ العبد القوي، ماشي الذي يصرع الناس، أي استخدام القوينس باش هذه دي تروي مذانا، هذه حقري مذانا خاطي. إنك الشديد القوي، إنك الذي يملك نفسه عند الغضب، ميق فقع يغضب أذي فريني إيمانيس. وربنا قال في القرآن: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ذي المحال الأمة غتعيش ثلويث غتعيش ذي لهنا ميلا وثفي على أفريد النبي صلى الله عليه وسلم. ذي الأمور الحياتية، خطر هناك بعض السنن أسنتك كل الطاقة النظر، ولكن سمحتي لانت الواجبات والفرائض والسنن الأخرى اللي عندها وزن كبير ضيعت. نعم ديون وسولة قخام ربي أولاد قخام ربي أو سلي بس الإحرام أن دا ممنوعة ذي مزكة ما إلا نغم ممنوعة ذي كسا صغار نغم ممنوعة ذي نغثاو الطوف ذي خدمة كشوية البارفا في جاكو أنتيردي أو ذي ناذي كاثم الدان سماي جيري سعكواز أنا عمي بلبس الإحرام ويا ناذي زوف تأخذه العزة بالإثم أسين ذي عويد غالحج في الله نورمال بطولة فتوحات للأسف الشديد. ماذا سنروي قال معليش كما يقول العلماء ما جاء على أصله لا يسأل عنه، ولكن ماذا يسمين المسلم نورمال مو إنسلم السلام لا بي ثلويث لهنا ماشي ذا عكواز ماشي سخدم قيغيل ماشي ذا سخدم المواز ماذا سخدم بوزال ماذا سخدم وعكواز لا ماشي هذي. حديث آخر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. شوف التسلسل، حديث متفق عليه في البخاري ومسلم سبحان الله. الظلم الباطل ظطلان يوم القيامة، شبيه ربي الدنيا ثم الزميرة يطلع الدنيا تروح تريسيتي 40 ساعة تبدل الطبيعة النغلة تروح تريسيتي فريجيدير ولاش أمان يصمدن ولاش وكذا لو كانت سيوضية وانا سيوضية كيف راك لاباس الحمد لله كاين ياش ولا باس شو تريسيتي ولاش 40 ساعة. والظلمات نتاع يوم القيامة لا في اترنال، الامر ليس هي نجمة الخير والله يوار صرت الظلم. لذلك ينسل لو كان طبق الحديث جنهني شو قدران غورنا طبقه سياسيه ظلمه الى لو اللي يرحم ربي سبحانه عز وجل. ما نقولش الاحكام العامه ثم حقراني ذي البوليتيك ذي الاقتصاد ذي الثقافه ذي في كل مكان انفاس الجوامع نروح نعيش الحياه النغم تواغيث أو نزمر نيك مسيح قريف الفاطل ثمح قرانيث يرمسلاي أجراح إلى آخر. الحد الأدنى إقلقات نحتار ماك عدم الظلم يا أخويا يريد إنسلام. الحد الأدنى مينيموم للسيرفيس مينيموم والظلم غير ويظلم غير. السلام عليكم. البقى المخلف المخلف في كل شيء ما كاش مشكلة، وهضرنا وتكلمنا بالتفصيل في فقه الاختلاف. لذلك كيف كيغد الحديث الكتاب يكون دنشر دنشر حياة ثلاثني يذون سلمعوانا ربي سبحانه وسلمعوانا نون خطر من لا يشكر الناس لا يشكر الله. حديث كتاب بلوغ المرام من أعظم الكتب ذي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم تريكا النبي صلى الله عليه وسلم تسان ذات ذي كتاب بلوغ المرام لو كان تطبق لومانيتي تخلقيث مرة أتعيش ذي لهنا ذي ثلويث ولاش تم حقرانيث تمتث نار البشر بالجوع في وقت وسائل الاتصال طيارات مش عارفين وسائل الاتصال وكذا الغاشي تمتثن سلاز تمتثن صرصاص تمتثن سمح قرانيث
والكيل بمكيالين بمكاييل إلى آخره، والشعارات لدرواد اللوم إزرفان بمذان، المؤتمرات المواثيق إلى آخره. ولا حول ولا قوة إلا بالله، قتل شخص واحد جريمة لا تغتفر، قتل شعب آمن مسألة فيها نظر. الظلم ظلمات يوم القيامة.